هذا المقطع زي المقطع اللي قبله، تعليق على مقطع قديم، بس بتكلم عن وضعيات الجسم، وعم تكلمت عن وضعيات الجلوس او وضعيه جسمك على ظهر الحصان في مقاطع تطبيقيه ومقاطع شفويه، مقاطع شرح عادي. وذكرت ان في طرق الركوب الغربي تقول لك وضعيه الجلوس على ظهر الحصان هي الاساس، وجميع الامور الاخرى ثانويه. طريقه الركوب اللي اشرحها تزليك او مواكبه الركوب العربي القديم نظري، وضعية اليد أو دقة يدك ومواكبتك للحصان ومواكبتك لحركات رقبتها أثناء الركوب هي الأساس، وجميع الأمور الأخرى ثانوية، ومن ضمنها وضعية الجسم. يعني وضعية الجسم تواكب جسم الحصان وحركته، مما يعني أنها تتبع دقة اليد وليس العكس. الفرق هو أنك لما يكون اليد هي الأساس، أنت مستمر في مواكبة الحصان في جميع الحالات، فجسمك بيكون في وضعية طبيعية ومتكلفة، ما تبالغ بضم جسمك، ما تبالغ بالاسترخاء، ما تبالغ باستعمال القوة، ما تبالغ باستعمال اللطف. اليد هي الأساس، فتتحكم برقبة الحصان، وتتحكم برقبة الحصان تحكمت بجسم الحصان كامل. وإذا فعلت الشيء ده صرت قطعة واحدة مع الحصان، إذا استرخى استرخيت، وإذا ضم نفسه ضميت نفسك، شد نفسه شدت نفسك إلى آخره. طرق الركوب الأجنبية الصحيحة يحط وضعيات معينة يرى أنها صحيحة. فرضا بعض طرق الركوب زي الطريقة الأسبانية يرى لم الجسم هو الصح، بعض الطرق زي الطريقة الأمريكية يرى استرخاء هو الصح إلى آخره. فيفرض على الحصان وضعية معينة عن طريق فعلها بجسمه هو. فإذا ما تقبلها الحصان، زي بعض الخيل العربية أو بعض الثوربيد أو بعض النص النص أو المشروك وغيره، ينتقدون الحصان أو يلومون الحصان وما يصلح إلى آخره. كذلك نفس خيلهم لما تختلف معهم أثناء الخوف والجفلة وغيره ما يتحكم بالحصان. الحصان وقت الجد أول شيء بيسويه هو الشيء اللي منعته من فعله. بينما الأساس اللي أنت تبغاه في الركوب الصحيح أو الركوب الأصح نظري هو أنك تعطي الحصان حق اختيار وضعية الرقبة، تعطي الحصان حق اختيار وضعية الجسم اللي يبغاها طالما انه معطيك السرعة والاتجاه. ولو بالفعل اخذت السرعة والاتجاه وعطيته حق فعل الشيء ذا، اللي بيصير هو اللي تشوفه قدامك، اللي هي انك الى حد ما في تكلف في الوضعية، اقرب ما لها وضعيتك الطبيعية لما تكون جالس مثلا على الارض في خيمة او في على كرسي كنبة الى اخره، ما تبالغ في وضعية جلوس متكلفة. ممكن تكون مسترخي شوي، ممكن تكون شاد عمرك شوي حسب الوضع اللي انت فيه، لكن ما تبالغ في وضعية حسب وضعية. فما بالك وانت على ظهر الحصان والحصان هو اللي شايلك، فتكلفك في وضعية معينة مستمرة طول الطلعة تأثر على أدائك وأداء الحصان تحتك. يعني أنا طلعت الرجل مسترخي أنه مسترخي، إذا ضم نفسي ضميت نفسي، إذا جاك برقبته تقرب منه شيء بجسمك، إذا وخر عنك برقبته سحب إلى حد ما يكون ظهرك مستقيم أو أقرب للرجوع شوي. فوضعية جسمك مرتبطة بوضعية جسمه، ووضعية جسمه مرتبطة بوضعية رقبته، ووضعية رقبته لها علاقة بدقة يدك أثناء مواكبتك لحركاتها الثلاث في الرقبة. فكل ما كان ركوبك اصح في الطريقه هذه تلاحظ انك ما انت متكلف. طبعا كونك ما انت متكلف ما عندك ان شاء الله خطا، بس قصدي انه ما تبالغ في فعل شيء معين دون الاشياء الاخرى، ما تبالغ في استقامه الظهر بشكل متكلف طول الطلعه، ما تبالغ في تقديم الظهر بشكل متكلف طول الطلعه، ما تبالغ في ترجيع الظهر وراء طول الطلعه، ما تبالغ في ضم الرجول طول الطلعه، ما تبالغ في مد الرجول طول الطلعه. وحتى لو قيل طب الحصان سوى شيء طول الطلعه فانا بواكبه، عاده لو كان حصان موزون ما يسوي شيء واحد طول الطلعه. على سبيل المثال لو قلت لي والله انا مسترخي طول الطلعه، لان الحصان مسترخي طول الطلعه، صعب جدا الحصان يسترخي طول الطلعه بالطريقه هذه، لان الطريقه دي تعطي الحصان حق انه يفعل متى ما يشاء وانا معه. وعاده الحصان لما تعطيه حق فعل ما يشاء نادر جدا ما يسوي شيء واحد فقط. نعم ممكن يفضل شيء على الاشياء الاخرى، بس بالنهايه بيسوي كل شيء، بيمد رقبته، بيرفع راسه، بيقوس، بيسترخي، بيلم عمره زي ما تشوف الحصان. طبعا نعم في خيل اخرى بتسوي شيء مختلف عنه وبتركز على شيء هو مركز عليه، بس بالنهايه جميع الخيل بدون استثناء لما تعطيها حق فعل ما تريد ستفعل كل شيء مع التركيز على اشياء معينه اكثر شوي. لكن لما يركز على شيء معين دون الاشياء الاخرى بشكل واضح معناته انا مستغل عليك، فتصير انت كمواكبه تسوي شيء زاد عن اللزوم. نعم هذا المفروض تسويه، بس كونه سوى الشيء بشكل زايد عن اللزوم فاضطرك تسوي الشيء اللي انت تسويه بشكل زايد عن اللزوم يدل ان عندك عدم دقه. ولو تلاحظ من اول المقطع لين طبعا المقطع شوي طويل 9 دقائق ما ادري كم صور كله ولا لا، بس قصدي من اول المقطع لين الجزء هذا تقريبا تلاحظ عدم تكلف زايد، ما في فعل لشيء دون الاشياء الاخرى، كنك قاعد على كرسي او كنبه او على الارض بشكل طبيعي ومتكلف. مرات تجلس على يعني تتربع وتحتبي، ومرات على ركبتك، مرات وضعيه خلينا نقول التشهد، ومرات الاحتباء او انك تحط يدينك تضم يدينك على ركبك الى اخره. تسوي عده وضعيات لكن بدون تكلف. لو كنت راكب الحصان الان بطريقه ركوب صحيحه اخرى، اللي بيتدخل بوضعيه ركبه الحصان عاده الصداره، ف 70% من الشغل على الصداره مو عليك. اللي بيتدخل في موضوع ثباتك على ظهر الحصان السرج، 70% من ثباتك يساعدك على عليها السرج مو بنت
طاقه مو بجسمك. طاقه الحصان اغلبها رايحه انك ما تحصان لنشات قبل الشغل. تحريك الحصان سهل الى حد كبير بسبب العصات. توجيه الحصان وتحريكه الى حد ما سهل جدا بسبب المهماز في رجولك. فاللي يصير ان 70% من الاشياء اللي الحصان بيتعامل فيها معك يتعامل مع عنك الادوات. مرة أخرى 70% من الأشياء اللي الحصان بيعطيك إياها، الإشارات اللي بيعطيك إياها الحصان اللي بيتعامل معها الأدوات وليس أنت، مما يعني أن 70% من الأشياء دي ما استفدت منها استفادة حقيقية، وهذا اللي يخليك تتكلف. عادي تتكلف من بعض على ظهر الحصان، لأن ثلاث أرباع الأشياء اللي بتظهر من التكلف تحلها لك إلى حد ما أو تساعدك عليها الأدوات، فيصير في تكلف. ومع الوقت التكلف هذا صار قاعدة عامة، زي ما قلنا في طرق الركوب الأجنبية الأخرى ممكن الأساس هو وضعية الركوب أو وضعية الجلوس، تلقى وضعية جلوس مثالية طول الطلعة. ثم بمجرد ان الحصان يجفل ينتقل من قمه المثاليه الى قمه القبح وعدم المثاليه، والحصان يستغل الحركه عليه. وسواء غير وضعيته المثاليه او ما غيرها ما راح يتحكم بالحصان، سواء استمرت على وضعيتك المثاليه او لم تستمر الحصان انطلق او قمص او راغي الى اخره. فبالنهايه ما فادتك وضعيه الجلوس وقت الجد، تفيدك وقت السلم فقط. لكن لما تقول انا ما يهمني وضعيه الجلوس شكليا، يهمني النتيجه. سواء استرخيت او ضميت رجولي او مديت ظهري او رجعت ورا شوي، اهم شيء انه يكون مواكبه لظهر الحصان وحركه جسم الحصان بدون تكلف واضح وتحكمي ما يتغير. بصرف النظر عن شكلي فوق ظهر الحصان تحكمي ما يتغير، فانت تبغى النتيجه وليس الشكل. طبعا لما تبغى النتيجه ما انك ما جبت الشكل، جبت الشكل بس جبت الشكل الطبيعي اللي هو متكلف، اللي هو اغلب الناس حاليا ما يراه شكل جيد او صحيح، يرون الشكل الصحيح هو المتكلف. لابد عشان يكون شكل صحيح في اغلب طرق الركوب الصحيحه هو الوضعيه المتكلفه اللي مع الوقت خلوها قاعده عامه، وهي قاعده عامه في طرقهم الناقصه او مو متكامله، فيها ثغرات خلينا نقول، وهي مثاليه في وقت السلم، ادوات وحصان دم بارد ومكان مغلق الى اخره. وقت الجد لما تركب حصان مكان مفتوح، حصان عربي دم حار يجفل يخاف ينطلق حول الخيل الى اخره، وما عندك ادوات تساعدك الحصان، الحصان بيخل وضعيه الجلوس لك، خل الشكل لك، خل ادوات لك، وخاصه انها موجوده حاليا. ورني دقة يدك. دقة يدك هي اللي بتحافظ على النتيجة وقت الاختلاف. جميع الأمور الأخرى وقت الاختلاف مو بس ما تحافظ على النتيجة، تكون سبب في فقدانك للنتيجة المطلوبة. فكما ترى سحب، فضى، تك، مد رقبته، رفع راسه، قوس، استرخى، ضم نفسه، هدى، احتر، ترقص المحل، استرخى، بالنهاية حقه يفعل جميع الأشياء طالما أن السرعة بيدي والاتجاه بيدي. وما يعني ان وضعية جسمي فوق ظهره بتكون زيه، مرة بسترخي، مرة بضم، مرة بهدى، مرة بحتر، لكن اهم شيء ما يأثر ذا على دقة يدي او اداء يدي اثناء ركوب الحصان. اثناء عصفي له تقريبا اخر عصفي له، لو تلاحظ مدى يعني تقبل لكل شيء تسويه كان حصان معسوف لسنين، مع انه اثناء اخر عصفي له تقريبا او بدايات ركوبي له بعد العصف، يعني كان ما زال الحصان يعتبر مبتدئ مقارنة بالخيل اللي لها سنين طويلة مركوبة. مدى تلاحظ حصان كان له 20 سنة مركوب، كيف صوت التوقيف، ولكن صار شيء عقب الوقوف استرخاء وماشي وضع زين. فجميع هذه الامور سببها دقه اليد في مواكبه الثلاث. لو ركزت على وضعيه الجسم وقدمتها على دقه اليد، خاصه في الطريقه هذه، في الوضع هذا، في البيئه هذه او المحيط هذا، بدون سرد، بدون مهمل، بدون عصب، بدون صداره، بدون لنشات الى اخره، في ركوب زي هذا الحصان بيخلي وضعيه جسمك لك. شكلك ما يهمني، ما راح اطالعك اصلا كحصان، هذا رقم واحد، ما راح تطالع نفسك وانت راكب. ثانيا شكلك ما راح يؤدي الى انك تتحكم فيك. بينما اذا كان الوضعيه مثاليه بس في وضع برضه مثالي زي السرج والمهماز والعصا والصداره وحصان دم بارد ومكان مغلق، الى حد ما وضعيه جسمك بتساعدك على التحكم بالحصان، بس ما تساعدك وقت الجد. يعني التحريك بسهوله والتوقيف اخر المقطع بسهوله. ثم لاحظ عقب الوقوف ما كان الحصان تحرك ولكنك وسعت له، الوضع عادي جدا.